مازلنا مواصلين بقاو كان ثلاثة كوبلوات 55 نقطة لنبيل ومريم 15 نقطة لأماني وليد 10 نقاط نزار أميرة أما مازال توتي بوسيبل على خاطر ليبخوف الجاية دونك لو برومي تور تاع دومي فينال نلعبوا على 100 نقطة 100 نقطة واحد برك باش يخلط الفينال وباش يربح وباش يدور لاغو ونذكروا مرة أخرى اللي كي باش يدوروا لاغو تنجموا تربحوا أن لو ديريكترو ميناجي فواياج تركيا فواياج لبرا من تونس وإلا تنجموا حتى تربحوا الكهرباء وانتم اللي تتفرجوا فينا تنجموا تربحوا نفس الحاجة معليكم كان من تو تبعثوا اس ام اس في حرف أ ل 85 812 باش تربحوا نفس الحاجة اللي باش يربحها الكوبل اللي باش ياخذ للآخر ويدور لغو دونك توا كيف ما قلنا ليبخوف الجاية نلعبوا على 100 نقطة برومي تور في الدومي فينال دونك لهنا باش نرجعوا للأسئلة شنو باش نعملوا باش نقعد مع النساء ناخذ لي ريبونس من عند النساء يرجعوا للرجال نشوفوا كان يجاوبوا نفس الحاجة اللي جاوبوها النساء نتاعهم كان صحيح 50 نقطة ومن بعد نقلبوا كيف كيف 50 بوان يلا الرجال ما همش يسمعوا فيكم نجموا نحكيوا بكل صراحة نجموا نحكيوا من الاخر وعلى الاخر شكون مغيرة فيكم؟ هكا السؤال راجلك تدخل عليه في الصالة مثلا يسيب التليفون ويسكر الميسنجر تلقاه على الميساجات وين تدخل انت ينحي الميساجات انت كيفاش باش تتصرف؟ انت ممثلة تسيب اللي في يدك الكل وتمشي تشد جنبه فماش مع عينيك تكبتي حاجة الاقتراح الثاني انت نسناسة وتمشي له ديريكتومون تقول له وريني حب نشوف تبسم انت فيهم الكل حاجات تعملهم الكل انت الزوز انت والا تخدم مخك وتقول له اعطيني يا منك التليفون باش نكلم مشكون ما عنديش فلوس في التليفوني نخدم مخي النجم هذه في طريقة ما أما الحاجة الوحيدة اللي نجم نتعاملها معايا هي عطيني تليفونك شو بيك حطيت على جنبك من الأخر نخليه دوزيام بخوبوزيسون أنت نسناسة أميرة نسناسة زودة نسناسة جي توري تقولوا ديريكتومون وريني وريني أماني كيف كيف يلا خنشوفوا رجالكم شنو باش يقولوا تو سويت رجالكم بحذيكم تو قايت باش نشوفوا كان رجالكم يجاوبوا كيف ما انتم جاوبتوا كيف ما تخيلتوهم يجاوبوا ولا لا نلعبوا على 50 نقطة معناتها كي يقول 50 نقطة نزار وأميرة تنجموا ترجعوا الأولانيين تنجموا توليو 60 نبدا معاك أنت نبيل مرتك وين ما تدخل للصالة تحس اللي أنت تخرج من المساجات تبدا قاعد في التليفون وين هي تدخل للصالة أنت تخرج من المساجات شنو تنجم تكون ردة الفعل متاعها باش نعطيك ثلاثة اقتراحات الاقتراح الأول مرتك نسناسة وتجيك من الأخر وتقول لك وريني اش فما واش ما فماش الاقتراح الثاني مرتك ممثلة تجي تقعد في جنبك تعنقك تحط راسها على كتفك وفماش مع عينيها تكبتي حاجة الاقتراح الثالث تخدم مخها تكمبس وتقول لك أعطيني أمان تليفونك ما عنديش فلوس في التليفون ولا أعطيني تليفونك باش نجرب حاجة شنو هو تعمل منهم؟ الاقتراح الثاني الثاني مرتك ممثلة تسايب كل شيء تجي بحذيك تحط راسها على كتفك الأول شنو الأول؟ الأول ترى فار شدكم الفار رياكسيون رياكسيون عملت رياكسيون اللي هي تهز الاثنين وهو جاوب أعطاه ديجا الريبونس دوك ورينا الريبونس نبيل عطيت شيء ماما ناس ناسا تقول لك ديريكتومون وريني اش فما اش ما فماش تقعد في ال 55 نقطة مش خايب تسمى به وليد أماني نفس السؤال ديريكت تقول لي هات البورتابل هات البورتابل هات نشوف شو معناها ديريكت نقول لك اعطيني التليفون مش تجيب جنبك وتبدا هكا تحاول ديريكتومون والجواب صحيح 50 النقطة توليو 65 وتوليو انتم الأولانيين لحد الآن نزار أميرة كيفاش تتصرف؟ ما نجمش تذكرني شنو الاقتراحات ولا مرتك تجي تقول لك أعطيني التليفون ما عنديش فلوس في التليفون وإلا تجيك تقول لك توا وريني إيه ناس تقول لك توا وريني إيه هذه توا وريني توا وريني
توا وريني. قلت ما تظهرش مغيره كي سالت. الوحيده اللي قالت لي مغيره هي مريم. لا نبدا ساكته. راه ورينا الاردواز والجواب صحيح. 60 65 55 اماني وليد ولاو هما توا الاولانيين. وقاية توا باش نقعد مع الرجال نسيت نجموا تمشيوا تتفضلوا غادي نشوفوا الكيستيون اللي بعدها. نفس الحكايه باش نسالكم انتوما تعطوني لي ريبونس ومن بعد نشوفوا كان نساكم باش يعطيو نفس لي ريبونس ولا لا. سؤال فيه ثلاث اقتراحات. نهار ماتش نتاع الجمعيه نتاعك ماتش كاسح تتفرج مركز ونهار هذاك انت ناسيه ما هو عيد ميلاد عرسك انت تتفرج ومرتك تطفي الضوء تطفي التلفزه وتدخل بشمع على اساس عامله سيربريز في اكثر لحظه حاسمه في الماتش شنو تعمل؟ انت معصاب وتقول لها مش وقته وتهز روحك وتمشي للقهوه ما فماش تفدليك مع الجمعيه. ثاني حاجه سكوتي تقبل تخلي التلفزه طافيه ما تقعد تغزل داخلين. الاقتراح الثالث انت مغلوب على امرك تبلع السكينه بدمها ابخيتو في الدار مرتك هي اللي تحكم. نبيل الاقتراح الثالث ثورة مغلوب على امرك الاقتراح الثالث عادي المراه هي اللي تحكم الدار في الدار ما هاي هاي هكا في الدار في الدار هي اللي تحكم البرا ليه دوك تبلع السكينه بدمها عادي وعد ميلاد العرس تعدى قبل كل شيء وليد الثاني 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 نزار بون باش نمشي باش نمشي للقهوه لا باش نخرج ونمشي للقهوه لا تعرف لي معاش ترجع لا لا بون باش نقعد زاد نغزل الليله كامله هي لا ودونك دونك حتى تقبل تبلع السكينه بدمها وحبكم قبل كل شيء فوالا اي فوالا الكلمه هذه هي اللي تبدل حبنا قبل كل شيء اوكي فوالا تبدل دونك هذا نشوفوا توا مع السكينه باش يجيبوا كيف كيف ولا يلا اجوا معايا نشوفوا توا نسي شنو باش يجاوبوا سالنا رجالكم سؤال سامبل واضح نهار ماتش كاسح شاده بعضها هو مركز وانت طفيت الضوء طفيت التلفزه ودخلت بشمع سيربريز وقت عيد ميلاد عرسكم شنو تكون الرياكسيون تاع راجلك؟ الاقتراح الاول راجلك سكوتي يقعد يغزل الليله كامله اما يقبل التلفزه تدفع. الاقتراح الثاني راجلك معصاب وما يفدلكش مع الجمعيه يقول لك مش وقته ويمشي يتفرج في القهوه. الاقتراح الثالث يبلع السكينه بدمها ابغيتو انت اللي تحكم في الدار وحبكم قبل كل شيء. مريم حبنا قبل كل شيء يا رب انت اللي تحكم في الدار وحبكم قبل كل شيء لا هي حنين وكاك ها فين عاد زواج يتفرج على الماتش عاد دونك يطفي التلفزه ويحتفل وما على باله هكا ولا ها اي اكيد ولا اما والجواب صحيح 50 بوان أماني وليد نفس السؤال أماني مع الكورة ما يفهم شيء نورمالمون والريبونس غالطة وليد جاوب وقال يقبل طفي التلفزة ما يقعد يغزل الليلة كاملة تو كان جاي عند ميلاد عرسكم عارف اللي تنجم تطفي التلفزة وما تخليش تفرش الماتش تنجم تطفي دوك تقعدوا في الصفر 165 أميرة نزار لا يحتفل يحتفل معك يحتفل معك بون ريبونس هذاك شنو جاوب نزار وتطلعوا لل 110 وتوليو انتم الاولانيين الى حد الان. اون غوفان دو ريمونتادا هذه اسمها ريمونتادا ترجعوا 110 65 105 هذوما كانوا الاسئله وقاية توا باش نرجعوا للالعاب وبعد لي زيبخوز نتاع الالعاب باش يقعدوا كان دو كوبل شكون هم دو كوبل باش يقعدوا هذا اللي باش نشوفوه تو سويت. مازلنا مواصلين لبخوف الجاية 100 نقطة ركزوا معايا 100 نقطة سهلة ياسر صندوق معبي بكور متاع بينك بونك في قديش وقت مرتك تفرغ الصندوق متاع البينك بونك نبيل نبدا معاك انت الكور تبدا انت الاول تميزي انت الاول قديش تميزي دقيقة و30 ثانية دقيقة و30 ثانية معناتها 90 ثانية نمشي للتريفل نزار 50 ثانية 50 ثانية وليد 48 ثانية
دوك 48 ثانية كان تعملهم تفرغ الكوري كل في 48 ثانية وليد أنت وأمينة تربحوا. نزيد نعمل دورة أخرى تقعد في 90 45 ثانية 45 ثانية نزار شوية 40 40 ثانية وليد 39 ثانية سيبني حاسرني بركة شنو 50 51 40 39 اخويا سيبني سي وليد الجماعة الكل تحب على الميات النقطة نشوف ونسى شنو باش يعملوا تول سويت يلا ماريو نبيل قال لي انت تنجم تفرغ البوكس هذايا في 45 ثانية ان شاء الله حاضرة؟ حاضرة يلا 3 2 1 يلا خمسة ثواني جيش ثانية سبعتاش ثانية 20 25 30 33 36 39 41 42 43 45 انكويا بالاخر كوره خرجت مع 45 ثانية بالضبط بالحق برافو 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 خلينا نشوفوا نزار واميره شنو باش يعملوا تو سويت يلا اميره كيف مريت تايمينغ بارفي ما بين نبيل ومريم 45 سكوند خرجت اخر كوره نتاعك بي بونغ في 45 سكوند لوبجيكتيف انه انت تو تعمل اقل من 45 سكوند نزار قال 40 دونك نورمالمون تعمل 40 واضح؟ واضح يلا 3 2 1 توب كروس ثمانية تسعة تنجم تسيسي روحك 13 بالكعبة خرجهم بالكعبة خليك بالكعبة خرجت يا أمير يا أمير خد 6 سكوند خد 6 40 سكوند قد قد ولا محال الخنوق وقف في 41 سكوند أمانة ريت آخر كورة خرجت في 40 سكوند 40 سكوند فاليدي فاليدي متر فاليدي بيان توا لوبجيكتيف انه اماني تعمل نفس الحكايه وتعيش اخر كوره في 39 سكوند 39 39 سكوند يلا تو سويت شوفوا اماني اش تعمل اماني لوبجيكتيف واضح تعمل اقل من 40 ثانيه ان شاء الله ثانيه يلا 3 2 1 توب كرونو عشرة يلا 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 13 امشي خلي 6 7 20 خلي شوية يمين يمين 24 26 30 31 32 33 35 37 هذه مرتين كملت الاخرين هذيك ما ريتهاش المشكله فاش كي خرجتها خرجتها قبل الوقت عندنا 45 سكوند قد قد 40 سكوند قد قد 39 سكوند قال وليد انت عملت في 37 سكوند التايمينغ الاقل برافو وصحيح عن نزار واميره نيات النقطه برافو نزار واميره
ركزوا معايا وليد امين لبخوف جاية لبخوف جاية دوك النساء باش تميزي على الرجال ايوه نلعبوا على 100 النقطه اخر ابخوف قبل ما يخرج كوبل يلا تول سويت لبخوف اللي بعدها مواصلين نلعبوا على 100 النقطة كي قول نلعبوا على 100 النقطة معناتها تو تي بوسيبل معناتها أماني ووليد مالغري اللي صار أماني تنجموا تلقاو رواحكم في الفينال ضد أميرة ونزار ومريم ونبيل زادة كيف كيف كان تربحوا تو في الإبخاف هذايا تنجموا تلقاو رواحكم في الفينال شنو هي الإبخاف هذايا؟ كرة تاع باسكيت قديش على 10 كور راجل قديش يمركي من كرة في بانيه تاع باسكيت وهو طاير كيقولوا هو طاير دوك باش ينقز على ترومبولين الكره في يده يزمو يماركي قداش من بانيي يماركي في 10 على 10 كور واضح ماري 6 6 على 10 اماني 7 7 اميرة 8 هذه ايش متى اسمه على خاطر انتم ابقيتوا فيناليست دونك انت تو سكرت عليها سكرت عليها دونك نعاود نعمل دوره اخرى اللي بيجيب تطلع للتسعه نعاود نعمل دوره اخرى ماري كان 10 معناها فماش كور اخر كان 10 على 10 كور كهو 6 7 6 راهو اوكي هذا كل متفاهمين فيه يزيد اماني 7 اميره 8 باش تقعدوا في 6 7 8 وباش نشوفوا الاولاد شنو باش يعملوا تور سويت يلا نبيل المدام قالت على 10 كورة تنجم تماركي 6 كيفاش؟ تطلع تهز الكورة ترجع تنقز على الترومبولين تبمبي وتعمل بانيه تعمل دنك تعمل اللي تحب عليه انت المهم الكورة تدخل غادي 10 10 دي تونتاتيف تماركي 6 كورة هذا شنو قالت أميرة حاضر نلعبوا على 100 بونتو سورتو بالنسبة ليك انت على خاطر نزار سلك انت كان ما تعملهمش ومن بعد يتعدى بعدك وليد ويجيبهم السبعه باي باي نبيل نرجعوا موتورات يبس ها واضح يلا 3 2 1 عندك Yeah,
ستة على عشرة جبتها قد قد برافو نبيل برافو ستة على عشرة إلى حد الآن إلى حد الآن لمية النقطة عندك أنت إلى حد الآن كل شيء كان جاب سبعة وليد يجيب السبعة يجيبهم ولا ما يجيبهمش صايبة يلا خلينا نشوف تاو تسويت وليد شو باش يعمل يلا وليد اللعبة الكل تو تو سجو ماتنو كيف نقولها صحيح جيب سبعة كور على عشرة بلاستيك أسوري أون فينال كون شي كان يزاري كابري لك ويجيب ثمانية واضح واضح بي أور نوت تو بي أكاهو تو ها يعملها ولا إيه يعملها يلا نزار 3 2 1 توب عندك وليد شد على روح يزبك تنكس تنكس يزبك تنكس ولا تنكس تنكس ايه اه شوف دو ايه كيما الاخرى كيما الاخرى او يال دو شوف تخوا يلا وليد نكس 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 خوان شو حكال ليه دو شو حكال صيبة ولا هذا هو المكتوب هذا هو المكتوب اللي عملته الاخر هذا هو المكتوب عندك الوقت ركز دوك ستة على عشرة وليد برافو 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 شو يقولوا لك؟ هاي خويا مبروك المهم انك شاركت ليسونسيال سي بارتيسيبي هاي اجا هكا اجا واحدة منا اجا اميني وتوكا محليكم خي سامباتيك ربي يفضلكم لبعضكم نحب شي تسلموا على شكون سلام على بابا وامي واخواتي وعائلة راجلي وسمورتي وقالوني سلام على امي وعلى اخواتي على نسيب زادة بيان ايفيدامون على صحابي والناس اللي تعرفني الكل ومش مش عارف عليك كل شيء في كونغ اللي كان زوز ثواني اللي كانوا نجموا يبدلوا كل شيء ميرسي بوكو يعطيكم الصحة هاكم معنا نشوفوا تسويت نزار خليه بشعب زار مدام قال تجيب ثمانية كرة هو لما حالة أنت مترشح للفينال أما جوست خنشوفه تجيب كمان ثمانية كرة ولا ليه يلا خنشوفك تجيبهم ولا ليه توس فيت 3 2 1 عندك
خليني ونجيبه ونتمنى. قلت يلا 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 سيدي يلا 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 هات هات يلا. ايوه ايوه لهنا قاعد نشوفوا اللي كسيت كونفيونس مش باهي. يا زهر يا زهر هاي عجزت عجزت ولا واحدة إلى حد الآن تزوج على شبابيك الحلقة ولا واحدة إلى حد الآن يلا ولا واحدة إلى حد الآن الأخرة هذي لا بزير شو هاد فيك بزير 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 واحدة على عشرة واحدة على عشرة نحن إيش لزك جمالية الحركة جمالية الحركة خاصة أوتوكا وليد معناتها كان زاد بونتو كان هو اللي يجي فينال مقابلك لي فيناليست هما نبيل مريم أميرة نزار توسفيت الفينال الفينال خلاتنا توا للفينال اما توا ليبخوف هذيا مش هذي اللي باش تخلي ايكيب برك الدور الغول ليبخوف هذيا اللي باش يعملوها باش تربح 15 ثانيه ليبخوف الجايه كل سكونده مهمه نجم سكونده تبدل كل شيء تخلي ايكيب تربح هي اللي تدور الغول هي اللي تربح الكهرباء كان فما شكون باش يربح الكهرباء شوفوا السويد هذا شنو نتمناه لكم وانتم زاد اللي تفرجوا فينا في دياركم كان تحبوا تربحوا اللي باش يربحوا الكوبل الربح تنجموا تبعثونا من تو اس ام اس في حرف ال 85 812 دوك توا حاجه خفيفه حاجه لايت باش تعطيكم الامكانيه بتزيدوا لرواحكم 15 ثانيه كي باش نبداو ومن بعد نسالوا فيكم اسئله باش نشوفوا تعرفوا شريك حياتكم ولا اللعبة سهلة ياسر باش نوريكم فيديو في الاكران فيها دي كوب اون فوا وفات الفيديو كل واحد يكتب على الاردواز قديش من كوب شاف واضح؟ اوكي يلا 3 2 1 نتفرجوا على الفيديو أميرة ونزار سيكتبوا الريبونس نتاعهم نبيل ومريم كيف كيف نحسب ثلاثة وريوني لي زاردواز نتاعكم واحد اثنين ثلاثة 24 والريبونس صحيحة زوز صحاح دوك كل واحد فيكم باش ياخذ 15 سكوند دي بونيس زوز باش ياخذ 15 سكوند معناتها توا في لي كيستيون غابيت باش نسألوكم على شريك حياتكم كل واحد عنده دقيقة باش يعطينا لو ماكسيموم دو ريبونس واضح؟ واضح خاطنا توا للاخر نبيل كل ما تجاوب بالصحيح فما قلب باش يشعر بالاكحل كل ما تجاوب بالغلط فما قلب باش يشعر بالاحمر كل ما تقول لي باس قلب باش يشعر بالاصفر ونحسبوا من بعد قداش فما من اجابه صحيحه ونشوفوا مع الاخرين قداش عندهم من اجابه صحيحه اللي عنده اكثر اجابات صحيحه بتبيعها هو اللي باش يدور الغولي في الكادويت واللي نجم يربح كهرباء واضح نبيل يعرف قداش كان عمرك اول ما حكيت معاه اي ولا اي 15 صحيح يعرف ولا شنو هي اكثر حاجه يتغشش كيف ما يلقاهاش في بلاصتها تليفوني هو يتغشش انت تقولي اي ولا اللي هكاهو اي هو يتغشش ولا حاجته هو ولا حاجه بس جاوبتي انت في بلاصتها نبيل يعرف اي ولا شنو هو الرياضه اللي انت بالنسبه ليك مستحيل يعملها بس نبيل يعرف اي ولا شنو هي اول خدمه خدمتها في حياتك بوتيك ما تجاوبنيش قولي اي ولا لا بس شنو هي الماكله اللي ما يحبش ياكلها اللي ما تحبش تاكلها يعرف ولا بس
باس. انا هي الصور المتحركه اللي تحبها، يعرف ولا ايه؟ يعرفتها. جاوب 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 جاوب. ما يعرفش به. يعرف ولا ايه؟ اول بلاد سافرت لها؟ يعرف. شنو؟ ليبيا. ليبيا. لا خالد، نوع الموسيقى اللي ما تحبش تسمعها. نبيل تسكرت برشا أسئلة مزيان على بعض. تسكرت وقت شوية برشا الوقت شوية دقيقة. شفنا مع مريم ونبيل توقيت باش نشوفوا مع نزار وأميرة. 3 2 1 توب. نزار يعرف ولا قديش كان عمرك أول ما حكيت معاه؟ اي قديش؟ 19. موفيز ريبونس. نزار يعرف ولا شنو هي أكثر حاجة أنت تتغشش كي ما تلقايش في بلاصتها؟ باس. باس. يعرف ولا شنو هي الرياضة اللي أنت مستحيل تعملها؟ باس. أول خدمة خدمتها في حياتك يعرف ولا؟ يعرف. يس. سونتر دابيل. سونتر دابيل غلط. يعرف ولا شنو هي الماكلة اللي أنت ما تحبش تاكلها؟ يعرف. مرق. مرق، ريبونس صحيحة. يعرف ولا أنا هو الديساني مالي اللي يعجبك؟ يعرف. بيلو سيباستيان. بيلو سيباستيان غلط. يعرف ولا أول بلاد سافرت لها؟ يعرف. ليبيا. ليبيا بون ريبونس. يعرف ولا نوع الموسيقى اللي ما تحبش تسمعها؟ لا. بس عندكم كان دو ريبونس صحاح. نزار أميرة عندكم كان دو ريبونس صحاح مالوغوزمون شوية بالكل، اما دو ريبونس صحاح يكفيو باش دوروا انتوما لغو على خاطر عملوا اون سول بون ريبونس. برافو نزار، برافو مريم. نشيل الاخرى ريبونس واحده صحيحه، انتم عندكم دو ريبونس صحاح ومرك يسار سلكتوها. جاب حذايا نبيل ومريم بالحق سداد بليزير محلوك وعملنا معكم برشا الجو. اسمعني ما كومش باش تروحوا خاسرين، عندكم ان شيك كادو تروحوا بيه. اجا صحة صحة عايشة صحة دوك شيك كادو من عند بول بيبا. تبدل اللوك ولا هو يبدل اللوك، حاسينو كيف ما تحبوا انتم، عندكم ان شيك كادو تروحوا بيه. سي تان فغي بليزير محلاكم، ان شاء الله ربي فجركم لبعضكم. سلمونا على لارا وليان ولينا المرقة وليبيا. المرقة وليبيا هم اللي ربحوا. باهي نزار أميرة توا سي المومون سيريو. توا ما عادش توا لا ما عادش ما عادش كومبيتيسيون. فوالا الحظ توا. توا الحظ. إن شاء الله إن شاء الله. وشنو هو الحظ نتاعكم باش يربحكم؟ هذا اللي باش نشوفوه تو سويت. وقايد باش ندوروا الغو كي قلنا لكم قبيله فما برشا كادوات للربح. هاي الغو موجوده بحذانا. نعمل دوره كيكا على الطاير لو الكتروميناجي كارني ديبارن بون ديسونس زوز تليفونات بون داشا نتاع حوايج موبل للدار الكل. اديستور سيجور بوندون ليتي في تونس، دونك سيف كامل في بلاصه في تونس. لو هاي تيك زوز تليفونات بورتابل، ابونمون تليفون موبيل، اورديناتور امبريمون تليفون بورتابل، كارني ديبارن حصلوا برشا 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 كادويت. وبيان سور الكهرباء اللي حكينا عليها موجوده في الغو. انتم مازال قلنا لكم ابعثوا مساج في حرف ال 85 812 باش تربحوا نفس الحاجه اللي باش يربحوها نزار واميره. حاضرين نزار واميره باش يدوروا الغو ان شاء الله. واحد برك يدور، واحد برك يدور. شكون شكون عنده اكثر زهر في العاده؟ انا. ها والله والله مزهر شوي. انا مزهر شوي. برشا. دوك انت باش تدور الغو ان شاء الله. حاضرين قدرة الله. اذا ما تعمل او موان دورتين كاملين نقلعها دو بريفيرونس خليها لنا مازالو باش يجيو برا دي كونديدا. 3 2 1 عندك. بسم الله. وين الكرب؟
اي يا 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 ماتخفو فاليدي معانا اللي هي الغو جات في بون ديسانس بون ديسانس هك تشوف فيش اما كان زيد الدار شوية هك لهنا نجيو في الكهرباء وكنتو تروحوا بكهرباء انت واميرة مي بون بون ديسانس مبروك عليكم خيسك مزهر لا والله بيدي وتوكا ألف مبروك سيتي ان فغي بليزير يعطيك المساحة عايشك مرسم بكم عايشك أميرة شغل كلوا فرحانين فرحانين برشا برشا كتاب تحية لشكون اللي نسلم على دارنا وعائلة نزار الكل ونسلم برشا على مهدي ولينا وكلهم نحبكم برشا نسلم على بابا وامي واخواتي برشا برشا ونسلم على مهدي ولينا ونسلم على اولاد اصحابنا دانيا وادم وعلي يعرفوا نزار الكل اللي يعرفوا نزار الكل ميرسي بوكو يعطيكم الصحه والعافيه انتم زيدا كنت تحبوا تجيو بحذانا وتدوروا الغوه هذيا ممكن تربحوا الكهرباء ما عليكم كان كونتاكتيو ليكيب تاع الكاستينغ نتقابلوا فوندغودي بروشان نتقابلوا نهار الجمعة الجاي في حلقة جديدة من أنتي والمجيرة باي باي